فريق اللقطة اليوم مباراة تحصل حاصل، جاهزين حق المباراة؟ والفريق رح يلعب قد ما في يعني بلعب هادي، مشان بتعرف ما بدنا نخسر لا انذارات ولا لعيبة، وإن شاء الله أوكي جاهزين للمباراة كمان نتدرب عن هي ضد فريق عين خالد بعتقد مش هيك، والله يوفقنا وإن شاء الله هالدوري والكاس كثير عودتنا تعمل هالبطولات إن شاء الله سنة ورا سنة، والتوفيق للجميع إن شاء الله. الله يخليك. أعزائي المشاهدين مباراة اللقطة والرفاع مباراة تحصيل حاصل، اللقطة متأهل خلاص، الرفاع يلعب ما عنده شيء بس تكملة عدد، فمعاي لاعبين فريق اللقطة الإعلامي علي المسلماني يعطيك العافية، جاهز اليوم ولا حارس ولا شنو تلعب اليوم؟ مكاني الطبيعي. مكانك طبيعي. شوف رقم كم 10 يعني تعرف. الحين صار رقم 1 لعب هجوم. مهاجم إن شاء الله. جاهزين حق المباراة هذه؟ مباراة تحصل حاصل يعني. والله احنا متأهلين الحين لكن نحاول نطلع، وبنفس ما قال الوالد الكابتن قال لنا يعني بيلعب الناس اللي ما لعبوا ياخذون فرصتهم، وهم دخل 6 لاعبين إداد، فإن شاء الله يعني نثبت إن احنا يعني كل الفريق مستوى واحد. المباراة هذه لياقة بس ولا كذي تقسيمها بينكم؟ هي مشاركة، احنا من البداية مشاركة مو على أساس ان احنا ناخذ الكأس. شو تمثل لكم المباراة هذه؟ خلاص ودعت البطولة، كلمني عن البطولة هذه. بطولة حلوة ما شاء الله بكل المقاييس يعني، وأول مرة نتجمع مع الشباب وتعرفنا على الشباب، وإن شاء الله البطولة الجاية ندش فيها بروح يعني عالي. اول بطوله تطلع الاخير، البطوله الثانيه الثاني، البطوله الثالثه تاخذ الكاس. فريق عمان يعني، فريق عمان كان بالاخير الحين المنصه ان شاء الله. نحن من عمان شكلك؟ لا انا من اليمن. الحين تعرف الفرق التعبانه راح تودع خلاص، ودعت نقول، لكن من اليوم القسم هذا بيكون زبده اللاعبين، الفرق اللي عندها صفوة الصفوة. نقول صفوة الصفوة. في استفادة لحد الحين؟ الحمد لله رب. انت ما تبي الكاس؟ ما في حد ما يبي الكاس. ما تبي تواجه قناة الكاس قصدك؟ اي انا ما ابي اواجههم ان شاء الله. ممكن خايف منهم يعني؟ لا مو بخايف، لكن يعني اهم حاجة انك توصل الدور الثمانية وبعدين توصل الدور الاربعة وبعدين في النهاية ما في عندنا مشكلة. يعطيك العافية. الله يرحمه والديك. كل التوفيق لكل الفرق المشاركة في بطولتنا. الفرق ما ادري ايش فيها، خايف من فريق الكاس، فريقنا يخوف شكله. خليكم معنا وشوفوا المتعة في الملعب. مشاهدين انتهى الشوط الاول بتقدم فريق اللقطه 2-0 على فريق رفاع. النتيجه كلها متوقع من البدايه 2-0 عليكم. شو السبب؟ نفس الاخطاء بالضبط المباراه راحت. نفس الاخطاء دائما. ما عندنا لعبنا ماكو اختيار. ما نحط اللوم على الاختيار. بس اللعب ما ادري ايش بنسوي. وي خلاص ما تنحسب بعد الكالندر. تحسب الجوال عليكم ولا عمر؟ لسه اثنين ترى والله زين منه على فرق العمر واللياقه زين منه قاعد يلعب كذا. ليش ما جهزتوا نفسكم زين للبطوله هذه؟ ما ادري انا فيها قبل رمضان اسبوع وعشرة ايام واحد من الشباب قاعد يقول يلا نجمع فريق. ما شاء الله الدكه ما شفت فيها الا لاعب واحد. هم اربعه مسجلينهم الله يسامحهم كلهم زمان. أعزائي المشاهدين في كواليس بطولتنا الرمضانية في جنود مجهولين، خصوصا الجنود المجهولين في مجال الإعلام اللي يطرشون نتائج الأهداف البطايق لموقع قناة الدوري والكاس عشان تنزل الأخبار أول بأول حق الجمهور يعرفون الأخبار معانا.
معاي الكابتن مذيعنا ومراسلنا محمد المرزوق، يعطيك العافية، مساك الله بالخير. كلمني عن دورك هنا كونك أنت رئيس لجنة إعلامية. والله إحنا نغطي المباراة واي واحد يحب ياخذ معلومات من هالبطوله يعني نعطيه اول باول ان شاء الله. عمليه الشغل او ارسال معلومات سريعه عندك؟ لا ان شاء الله سريعه اكيد. ولا فوريه بوقتها؟ يعني فوريه بطبيعه الحال، بالنسبه للموقع لازم نمدهم بالمعلومات اول باول على اساس انه منسجل الاهداف وكذا، وبالنسبه للصحافه ياخذونها بطبيعه الحال ثاني يوم او على حسب يعني هم يشوفونها بطبيعه الحال. في صعوبات واجهتوها في البطوله هذه ولا الامور كلها سهلات؟ لا والله الامور ماشيه الحمد لله رب العالمين. تعاون الجميع، الاتحاد القطري لكرة القدم ما قصر يعني موجودين المراقبين والحكام وكلهم متعاونين معنا لآخر درجة الحمد لله. توفيق إن شاء الله، يعطيك العافية، بيض الله وجهك. الله يبارك فيك. أعزائي المشاهدين، مثل ما وعدناكم بتغطية إعلامية مميزة من البداية لنهاية البطولة، وإحنا قد هالكلام خليكم معنا وأنتوا الحكم الأول والأخير. ثمانية نظيفة أنهى فريق اللقطة آخر مبارياته في الجولة الثالثة، بناء عليه يتأهل للدور الثاني، وراح ينتظر بكرة مباريات عين خالد والدوري والكاس، وبعدها راح يتحدد الفريق القادم اللي راح يواجهه. كابتن يعطيك العافية. الله يعافيك. صراحة مستوى طيب، يعني 8-0 بهدلتوهم يعني. والله الشباب ما قصروا، يمكن بداية المباراة الشوط الأول 2-0 كانت النتيجة، الشباب يمكن للحين ما كانوا متعودين على الفريق الثاني، لكن كلمنا الكابتن حسن جوهر أبو علي وقالنا إنه لازم نزيد. المباراة كانت من طرف واحد بس. والله من طرف واحد، يمكن الشباب خسرانين مبارتين ما عندهم شيء يعني يلعبون له، مو مركزين، فكانت المباراة يمكن من طرف واحد. أخيرا قولت، أشوف كم مرة بوشت عند الجول مرتين. التركيز عندك شوي للحين؟ لا والله توفيق من رب العالمين، ويعني الحمد لله أن قدرنا نطلع من هالمباراة بثلاث نقاط، 9 نقاط العلامة الكاملة. الفريق المباراة كانت من طرف واحد يعني غير متكافئة. والله النتيجة الكبيرة هذه صح، احنا اهم شيء كان عندنا ان يعني نتصدر المجموعة، والحمد لله احنا الفريق الوحيد بين الفرق كلها ما دش علينا ولا جول، وان شاء الله نحافظ على هالسجل لين النهاية ان شاء الله. بعد ما خلصتوا 3 جولات وعرفتوا بعض وتأقلمتوا كذا، الجاي ايش بتسوون فيه؟ جايتكم فرق اقوى. والله احنا راغمنا الفريق اللي راح نواجهه اللي هو عين خالد، و الحين مش عين خالد بالاكيد، يعني مباراة دوري الكاس مع الشقر ممكن الشقة بسويها ويفوز على فريقنا يعني. ما اعتقد، لا ما اعتقد، احنا حاسبينها يعني هاي حسباتنا احنا، اذا انت لكم حسبة ثانية فبراحتكم. بطولة قناة الدوري والكأس الرمضان.